مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يؤكد أن الصلاة هي مفتاح السماء. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على أهمية جذب الاستثمارات السياحية إلى منطقة المغطس. تشكيل هيئات جديدة في المحاكم الكنسية الأرثوذكسية في المملكة. تكريس أساسات كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين. وفيها أيضاً السياحة الدينية بين الأمس واليوم ضمن برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه عن صلاة داود، تحدث قداسة البابا فرانسيس إلى المؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت، فقال: إن الصلاة هي مفتاح السماء وهي السلم الذي نصعد به إلى الله، حيث يعلمنا داود أن نحول إلى الصلاة أفراحنا وأحزاننا، همومنا وأمالنا، مخاوفنا وانتصاراتنا. هكذا تصبح حياتنا صلاة وصلاتنا حياة. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنصلي معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن صلاة داود في إطار تعاليمه حول موضوع الصلاة. قال قداسته: اختار الله داود الذي كان راعيا لماشية والده يسى. كان داود يعتني بالماشية ويدافع عنها عند الخطر ويؤمن لها طعامها، وعندما طلب الله منه أن يهتم بشعبه اهتم به بأمانة كما كان يفعل كراعي. وأوضح البابا أن الرفيق الذي صاحب وساند داود طيلة حياته كان قيثارته، ففي أيام وحدته الطويلة كان يعزف وينشد لله. سترافقه الكثارة في حياته وسيرفع بها إلى الله أناشيد الفرح والتسبيح والشكوى والتوبة. هكذا كانت الصلاة في حياة داود تمثل الخيط الذي يوحد حتى بين تناقضاته، فقد عاش داود القداسة والخطيئة ودور المضطهد والمضطهد، الضحية والجلاد. هكذا أكد البابا أن داود يعلمنا أن ندخل كل شيء في حوارنا مع الله: الفرح والعتاب، الحب والألم، الصداقة والمرض. كل شيء في حياتنا يمكن أن يصبح كلمة نرفعها إلى أذان الله. هذه هي الصلاة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. La preghiera è la chiave del cielo e la scala per salire a Dio. Davide ci insegna a trasformare in preghiera le nostre gioie e i nostri dolori, le nostre preoccupazioni e le nostre speranze, le nostre paure e le nostre vittorie. Così la nostra vita diventa preghiera e la nostra preghiera diventa vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الصلاة هي مفتاح السماء، وهي السلم الذي نصعد به إلى الله. يعلمنا داود أن نحول إلى صلاة أفراحنا وأحزاننا، همومنا وأمالنا، مخاوفنا وانتصاراتنا. هكذا تصبح حياتنا صلاة وصلاتنا حياة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية الاستثمار في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هناك مساع لاستقطاب مستثمرين للإقامة مشاريع سياحية في المملكة. وشدد جلالته خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مع رؤساء أقسام الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في موقع جبل نيبو بمحافظة مادبا على أهمية جذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة المغطس، مبينا جلالته أن الأردن من أكثر الدول المهيئة لإعادة فتح قطاع السياحة بفضل الإجراءات الوقائية والصحية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا. كما لفت جلالة الملكي إلى أن السياحة المحلية ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة إذا نفذت الخطط المناسبة لها، مشيرا إلى أهمية إقامة فنادق في بعض المواقع السياحية وتفعيل التطبيقات الإلكترونية التي تساعد السياح في داخل المملكة والقادمين إليها. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بتعيين التالية أسمائهم قضاة إضافيين في محكمة الاستئناف الكنسية الأرثوذكسية في الأردن والتابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وهم قدس الأيكونومس بولوس باجس وقدس الأيكونومس أنطونيوس مدانات والسيد فارس ياسر هلسة والسيدة كريستين فضول. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيد فارس توفيق الداود قاضيا ورئيس هيئة لدى المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن، وتعيين قدس الأب الأيكونومس ماهر قاقيش وقدس الأب يوسف عبد الله حمارنة عضوين إضافيين في تلك المحكمة. هذا وأدى القضاة المدنيون القسم أمام سيادة المطران خريستوفوروس مؤكدين التزامهم التام بتعاليم السيد المسيح والقوانين الكنسية والقيام بمهامهم بكل أمانة وإخلاص. من جهتها رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بخطوة تعيين الأستاذة كريستين فضول كأول امرأة في المملكة تتولى منصبا في القضاء الكنسي، معتبرة هذه الخطوة إنجازا هاما للنساء الأردنيات. وأكد التضامن أن تعيين فضول سيفتح الطريق لتعيين مزيدا من النساء لتولي مناصب قضائية كنسية. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة تكريس أساسات كنيسة الأقمار الثلاثة التي قام بالتبرع ببنائها السيد عيسى عودة قرب دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين، بحضور الأم إيرين عويس رئيسة الدير وعددين من الأباء الكهنة، حيث وضع الصليب المقدس في أساسات البناء ليكون مصدراً للبركة والقوة لهذا الصرح الأرثوذكسي الهام. كما تم تقديس الماء ورشه على زوايا الكنيسة قبل البدء بالصبة الخرسانية، ومن ثم أقام سيادته خدمة جناز الراقدين على راحة نفس المهندس لياس خوري، مستذكرا جهوده في عمله وأمانته وغيرته على كنيسته المقدسية الأم. وبعد ختام الصلاة تفقد سيادته أعمال البناء ومراحل الإنجاز فيه. أنت بارك هذا المكان وقدسه بقوة وفعل عود الصليب الكريم المحيي الذي أريق عليه دم ابنك الكريم لطرد الأبالسة وكل قوة مضادة، حافظاً هذا المكان والذين يخدمونك فيه والعاملين فيه سالمين من كل مضرة. إليك الآن نطلب بأن ترسل نعمة روحك القدوس وتبارك وضع هذه الأساسات لهذا البناء القائم الآن لمجد اسمك الكلي قدسه ولإكرام وتذكار القديسين الأقمار الثلاثة باسيليوس الكبير
وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم، ليكن هذا المكان مباركاً ومكرساً بيتاً للصلاة لإكرام ومجد الإله الممجد في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، أمين. اتصال هاتفي مع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. قال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين إن الوزارة لديها الآن خطة تحضيرية لإعادة افتتاح المواقع السياحية في المملكة ضمن إجراءات الصحة الوقائية وشروط السلامة العامة، حيث يتم التركيز في الخطة الجديدة على الأماكن الدينية في المغطس ومكاور ومادبة وسيدة الجبل في عنجة وغيرها، مضيفا أن الوزارة أطلقت مؤخرا برنامج أردننا جنة لتشجيع السياحة المحلية في المملكة. السياحة الدينية بشكل خاص الوزارة تولي هذا الجانب جل اهتمامها صراحة من قبل حدوث الفاجعة بكورونا. كان هذا الجانب أحد المحاور الرئيسية في خطة عملنا للسنوات القادمة، ولكن بالذات في 2020 بحيث يكون هناك خطة مسارها سريع لمسار أو درب الحج المسيحي. نعم. وفي والحمد لله بلدنا تزخر بالعديد من المواقع، صحيح هناك 5 مواقع تم اعتمادها من الفاتيكان، ولكن أيضا هناك العديد من المواقع التي لم تعتمد كمواقع حج ولكنها هي مذكورة في الكتاب المقدس في العهد القديم أو العهد الجديد. هناك خطة طموحة، نتمنى أن نكون على قدر المستطاع بتوفير الموارد المالية أيضا والبشرية لتشغيلها وإدارتها وتسويقها أيضا. والجانب الثاني مرتبط بأنه إحنا هذا الجانب جانب السياحة الدينية أيضا أدرجناه في برنامجنا للسياحة المحلية، هو أردننا جنة، وهي السنة كان أيضا واستمناه بأردننا بخير أساس أنه نعطي إشارة أنه الأردن بخير. وهذا البرنامج مدرج على تطبيق أردننا جنة جنة دوجو. ويمكن للأشخاص الراغبين كمجموعة وكذا ترتيب هذه من خلال الدخول على التطبيق وترتيب رحلتهم كفرد أو كعائلة أو كمجموعة. ومن جهته أشار السيد عوني قعوار رئيس جمعية السياحة الوافدة في المملكة إلى قرب انطلاق سياحة المغامرات والمؤتمرات، والأهم من ذلك السياحة الدينية، كما أعلن قعوار عن قرب فتح مطار الملكة علياء الدولي في عمان في منتصف الشهر المقبل استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية المؤجلة. بالأمس كنت بحكي مع الكابتن هيثم مستو، سألته سؤال عام، فمتوقع بين 15 تموز لقبل آخر تموز يفتح، هذا توقعاته هو. بالنسبة له فطبعا المطار مربوط بأمور الجائحة وأمور التطورات المحلية، وإن شاء الله بنأمل أنه يعني مبارح كان في حالة تفاؤل، كان عندنا حالة صفرية من يعني، والحمد لله إذا استمرينا بهالوضع قدرنا نسيطر على الوضع إن شاء الله، يعني نقدر نشتغل بسهولة أكثر. يعني دول الجوار لبنان مثلا بواحد تموز راح تفتح المطار بطاقة 10%، مصر بدها تفتح إيجيبت إير برضو بواحد تموز، كل الدول المجاورة راح تفتح قريبا، في شيء أوروبا راح تفتح مطاراتها وإلى آخره، ولكن احنا في حالة حذر في تدابير يجب أن نكون حذرين جدا، لأنه احنا بآخر 4 أشهر الحكومة قدرت وزارة الصحة مشكورة قدرت تسيطر على الوضع الوبائي بشكل جيد، كل التدابير اللي أخذوها كانت ممتازة، ودرنا نعتبر حالنا من التوب كنتريز في العالم اللي درنا نحتويه، وهذا الأمر لازم نستغله. هلا بنحكي بالسياحة، احنا السياحة الوافدة بشكل عام توقعاتنا راح ترجع يعني بشهر آذار 2021. هلا ممكن يجي شغل خفيف بأكتوبر، ولكن راح ترجع بداية قوية إن شاء الله بآذار. كما تحدث الباحث والكاتب السيد فادي حداد عن كتابه رحلة الحج المسيحي إلى الأردن،
والذي شرح فيه باللغة الإنجليزية عن أهمية الأماكن الدينية الأردنية في الكتاب المقدس، وقال دائما كانوا يسألون السياح يعني في كتاب كل هالحكي اللي بنسمعه والمواقع والآيات، هل في كتاب بجمعها كلها؟ فخطرت ببالي الفكرة وشجعونا الأصدقاء يعني الزملاء، نعم، وطلع الكتاب والحمد لله. يعني ما كنت أتوقع يعني إنه هيك يمشي، لأنه أنا عملته سيلف بابليشينج يعني تقريبا أنا طبعته، نعم، ما كان في حدا سبونسر أو شيء، فالحمد لله يعني ماشي. والأردن زي ما تفضلتي يعني إحنا قدرنا نحطه هلا على خارطة السياحة والحج المسيحي للأراضي المقدسة، نعم، مفهوم الأراضي المقدسة كان بالتأكيد طبعا القدس هي مركز الإيمان المسيحي، بيت لحم، الناصرة، والآن استطعنا إنه شوي شوي السياح عمالهم بيجمعوا زيارة فلسطين مع الأردن. يعني إحنا سياحتنا الدينية برضو يعني اللي بيجي هون سياحة دينية بيكونش لحد الآن ما بيكون جاي بالذات على الأردن فقط، بيكون يعني مشمولة أكثر من بلد تقريبا، مصر، الأردن، وفلسطين هي محور الحج الديني للأردن. فيعني الحمد لله الأردن الآن صار لكثير من السياح، ومنتأمل إنه نوصل لعدد أكبر إن شاء الله، إنه يضيفوا المواقع، ومش بس المقطس على فكرة. يعني إحنا دائما بنحكي بدنا نطلع على المقطس ونروح على المقطس، وجبل نيبو بجوز طبعا بيجي زوار أكثر من المقطس، لكن عندنا أماكن كثيرة ممكن الناس تزورها، والأجانب يعني عمالهم شوي شوي بتعرفوا عليها وبيضيفوها لرحلاتهم. واختتم برنامج صباحكم نور اتصالاته مع الأكاديمي الدكتور محمد وهيب، الذي وصف الأردن بمتحف تاريخي وأثري نادر منذ 7000 عام، لافتا إلى وجود العديد من المواقع الأثرية الهامة فيه، كموقع عين غزال بعمان الذي يوجد فيه أقدم معبد على سطح الكرة الأرضية، واصفا الأرض الأردنية المباركة بأنها منشأ الحضارة الأولى في التاريخ البشري، وملتقى الأنبياء والرسل الذين وجدوا فيه متنفسا ومستقرا لهم. الأردن يعني المتصفح لتاريخ وحضارة الأردن ونتائج الاكتشافات والتنقيبات الأثرية والمسوحات والدراسات الميدانية ومراكز الأبحاث وما نشر عنه في المجلات العلمية العالمية والكتب والمقالات، يعني يصاب أحيانا بالدهشة والذهول من عظمة هذا الإرث الحضاري المتفرد، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليم العربي بل على الصعيد العالمي. ولذلك نجد أن الكثير من المواقع في الأردن هي من المواقع المستحقة لأن تكون على قائمة التراث العالمي. لدينا الآن 5 مواقع على قائمة التراث العالمي، ولدينا 5 مواقع للحج المسيحي في الأردن، لكن حقيقة يوجد مئات المواقع التي تتميز على صعيد دولي عالمي، يعني لا يوجد في العالم شبيه لها، ولا وأستطيع أن أقدم نماذج ومعلومات لمدة يمكن 4 ساعات متواصلة. ما شاء الله. يعني إذا بنرجع للعصور الحجرية ل 8000 عام قبل الميلاد، بدي أخذ بس موقع، والأردن بها مئات المواقع من العصر الحجري، نعم، نأخذ عين غزال، نعم، هذا الموقع كان فيه أول شارع في العالم، وهذه حقائق علمية منشورة في مجلات أوروبية وأمريكية وفي الأردن في حوليات وزارة السياحة والآثار. أقدم شارع عرفته البشرية وخططه يد الإنسان كان هنا في الأردن في عين غزال، هذا الموقع الذي نمر عليه صباح مساء في ذهابنا وإيابنا من عمان إلى الزرقاء. وهذا الشارع تم تصويره وتوثيقه. وأيضا عين غزال فيها أقدم معبد يعبد فيه الله على سطح الكرة الأرضية، الإنسان الأول عندما استقر في منطقة عين غزال، والاسم حديث يعني إلى الغزلان التي كانت ترد مياه ينابيع عمان في شمال عمان. فهذا الموقع فيه معبد كان الإنسان الذي يقيم في هذه الأرض المباركة يوازن ما بين الجانب الروحي والجانب المادي، الجانب المادي الحياة الزراعية والنشاط اليومي والعمل، والجانب
الجانب الروحي هو العبادة التي يتواصل فيها مع الذات الإلهية. ولذلك أيضا ليس فقط أقدم معبد يعبد فيه الله على سطح الكرة الأرضية في الأردن، أقدم تماثيل على شكل إنسان صنعها الإنسان على سطح الأرض هي في عين غزال في الأردن. هذا تفرد تميز، أنا بحكي بالعصور الحجرية لسه ما دخلتش، عندنا حوالي 10 عصور بعدها. وأيضا عندما نظرنا إلى فن هندسة العمارة في عين غزال في عمان، البيوت الدائرية، البيوت المستطيلة، البيوت المربعة، البيوت التي أحد جدرانها منحنية نسميه أبسايدل، نظام هندسي رائع دقيق جدا، والبيوت متلاصقة حتى تشكل حماية لبعضها البعض. وأيضا يوجد من الداخل إقصارة، يعني يجوز بعض بيوتنا إحنا هالأيام مش مكسورة من جوا أو مكسورة ومش مدهونة، بيوتهم من الداخل مكسورة ثم مدهونة بالدهان الأبيض ثم مزخرفة بأكسيد الحديد الأحمر. إذن هذا الإنسان الذي كان ب8000 عام قبل الميلاد في بدايات تكوين البشرية على سطح الأرض كان إنسان متطور متقدم، ولا أبالغ إذا قلت إن الحضارة قد انطلقت من هنا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية من الأردن. وهذا ليس فيه مبالغة، لأن كل العالم عندما يكتب يوثق أن الأردن كانت منشأ الحضارة. أنا أتحدث فقط عن عصر واحد، ولذلك هنالك عشرات العصور التي يفترض أن أتحدث بنفس الطريقة عنها. احتفلت البطريركية الأرثوذكسية المقدسية حسب ترتيب الطقوس الكنسية يوم الأحد الماضي، وهو الأحد الذي يأتي بعد أحد جميع القديسين بعيد جميع القديسين الذين عاشوا في فلسطين. وتقوم الكنيسة المقدسية في هذا اليوم بتذكار القديسين وأنبياء العهد القديم رسل العهد الجديد الذين عاشوا حياتهم واستشهدوا بإيمانهم في فلسطين. وبهذه المناسبة ترأس خدمة القداس الإلهي في كنيسة البشارة بمنطقة العبدلي بعمان سيادة المطران خريستوفورس، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ومرافقة جوقة الكنيسة وحضور جمع محدود من المصلين. اليوم الأحد الثاني بعد العنصرة اللي هو أحد جميع قديسي فلسطين، واليوم الكنيسة برزت أمامنا السيد وهو على بحر طبرية بحر الجليل، وشاف التلاميذ ودعاهم، وشفنا كلام الإنجيل إنهم تركوا السفينة والشباك وأباهما وتبعاه. وهون منشوف دعوة من الكنيسة حتى نحن كمان نتبع المسيح ونترك كل شيء. كتير مهم إنه نأخذ قرار مصيري في حياتنا، إنه منا نترك كل شيء ونتبع المسيح. نحن مسيحيين قرن 21 مش عمالنا ندرك إنه المسيح بده إيانا كلنا بكل كياننا نكون معه، ما بده منا جزء ولكن بده الكل. ربنا يأهلنا إنه نقدر نعرف قيمة كنيستنا، قيمة مسيحنا وربنا وإلهنا، وقيمة المحبة اللي لازم تتزين قلوبنا حتى نقدر فيها نحب بعضنا البعض ونكون تلاميذ حقيقيين للمسيح. انطلقت من كنيسة قلب يسوع الأقدس للآباء السلزيان في بيت لحم مسيرة سنوية تقليدية حمل من خلالها القربان المقدس من قبل سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا بمشاركة عدد كبير من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ترأس سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا قداس المخصص لقلب يسوع الأقدس في كنيسة قلب يسوع للأباء السلزيان في بيت لحم.
وشارك في الذبيحة الإلهية المطران بولس ماركوتس النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين والأباء من دير السليزيان ولفيف من كهنة البطركية اللاتينية والشمامسة من المعهد الإكليريكي في بيت جالة والأخوات الراهبات وبحضور نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حننية وعدد من الوجهاء والمؤسسات والمجموعات الكشفية وأهالي المدينة. في لقاء مع سيادة المطران بيير باتيستا باتسابالا الذي قال فيها بأن يسوع ترك لنا وصية بأن نحب بعضنا بعضا فالمحبة هي محبة لا متناهية فحب الله جذاب. نحتفل بعيد قلب يسوع الأقدس وهو عيد السليزيان التقليدي في بيت لحم وتتم الدورة التقليدية في بيت لحم جميلة جدا مؤثرة جدا فنحن نتمسك بهذه التقاليد المقدسة ومعنى هذا نريد أن يكون السيد المسيح بمحبته هذا هو معنى القلب في قلوبنا في عائلاتنا بين شبابنا بين كل الناس في هذا البلد وكل سنة وانتم سالمين ربنا يبارككم وإن شاء الله ربنا يحمينا بشفاعة مريم العذراء من هذه الجائحة وخصوصا ننطلق إلى انطلاقة جديدة. ابتدأ الاحتفال بالقداس الإلهي ومن ثم ابتدأت المسيرة السنوية التقليدية التي انطلقت من كنيسة قلب يسوع مرورا بشوارع وأزقة بيت لحم القديمة التي تزينت بالصور والورود ومروراً بكنيسة العذراء للسريان وكنيسة الروم الكاثوليك حيث أقيمت صلاة الزياح والسجود للقربان المقدس في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم. حمل القربان المقدس من قبل المدبر الرسولي تحت مظلة خاصة لهذه المناسبة وعلى أنغام فرقة كشاف السليزيان ومرافقة بتسبيح وصلوات وترتيل طيلة المسيرة واختتمت الصلاة ببركة من المدبر الرسولي في داخل كنيسة قلب يسوع الأقدس. في هذا اليوم ببيت لحم رغم أن الأوضاع بلشت ترجع تسوء بسبب انتشار الفيروس كورونا إلا أنه اليوم كان محدد من قبل لما كان الوضع هادي مسيرة القربان الأقدس وأكيد اليوم تمت بسلام بحضور كبير وكل بإيمان كبير أنه ربنا راح يخلصنا من هذا المرض ويشفي جميع المرضى والله يحميكم جميعا. بطبيعة الحال اليوم كانت دورة رائعة جدا مميزة بالرغم من الظروف الصعبة ومواجهتنا للموجة الثانية من فيروس كورونا لكن قدر الإمكان تم أخذ الحيطة والحذر والسلامة العامة من أجل الحفاظ على المواطنين لكن نحن في مدينة بيت لحم نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الدينية والتاريخية والتراثية قدر الإمكان فلذلك كل عام وأنتم بألف خير. طبعاً إحنا منحب نشكر كل شخص شارك في الدور اليوم برغم كل الظروف الصعبة وبرغم إنه فيروس كورونا رجع بقوة على بيت لحم إلا إنه إيمان الناس ومحبتهم لهي الدورة أصروا إنه يشاركوا بأعداد كبيرة. الدورة مشت بسلام، الناس كانت في حالة صلاة، إجراءات السلامة كانت متاخدة بكل ما يمكن وأحسن ما يمكن، الناس تعاونت معنا بشكل كبير. نشكر المجموعات الكشفية اللي شاركت، نشكر كل الناس المؤسسات البلدية كل واحد شارك في هاي الدورة. طبعا هذا التقليد السنوي بعيد قلب يسوع الأقدس
وشكرا لكل واحد شارك اليوم برغم كل هاي الظروف الصعبة. صحيح الاحتفال كان جميل جدا والناس تمتعت بوعي كتير حلو للمحافظة على بعض والاهتمام فيهم خصوصا والاهتمام في بعض خصوصا من ناحية ارتداء الكمامات المسافات لأنه مهم جدا نحافظ على بعض خصوصا في هذا العيد اللي هو مناسبة جميلة عيد قلب يسوع اللي فيه ربنا أظهر حبه ومحبته إلنا بأن أعطانا قلبه. هذا الحب اللي هو لا يخلو من الرومانسية ولكن فيه وصية مثل ما قال سيدنا في القداس وصية أن نحب بعضنا بعضا كما هو أحببنا أي بأن نبذل كل نفوسنا في سبيل من نحب. هذا هو عيد قلب يسوع الأقدس عيد الحب الأعظم والحب الأعظم نتعلمه فقط في مدرسة يسوع. هي مسيرة سنوية تقليدية تكريما لقلب يسوع ينبوع كل النعم الإلهية. فيا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة قلب يسوع الأقدس بيت لحم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يؤكد أن الصلاة هي مفتاح السماء. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على أهمية جذب الاستثمارات السياحية إلى منطقة المغطس. السياحة الدينية بين الأمس واليوم ضمن برنامج صباحكم نور. القربان المقدس يطوف شوارع بيت لحم في مسيرة سنوية تقليدية. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.